بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له: القاعدة 18: إعمال الكلام أولى من إهماله، أي أن الكلام الصادر من العاقل الواعي يؤخذ بعين الاعتبار ولا يحكم عليه بالإلغاء، لأن الأصل إعمال كلامه لا إهماله. وهذه القاعدة نافعة في المعاملات كعقود المعاوضات والنكاح وغير ذلك. فلو قال شخص لآخر: بعتك سيارتي، فالأصل أنه أراد البيع. ولو قال له: وهبتك سيارتي، فإنها هبة وليست بيعا. وكذلك لو قال: زوجتك ابنتي، فقال قبلت، تصير زوجة له. ولو قال لامرأته: طلقتك، طلقت. ولو قال لعبده: أنت حر، عتق. عتق. وهذه الثلاث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القاعدة 18: إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني أن المتكلم بالشيء يؤاخذ بقوله، يؤاخذ بقوله ولا يعتبر قوله لغوا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا يحاد عنه إلى غيره. وهذا خاصة في عقود المعاوضات من بيع وإجارة وشركة ونحو ذلك، أو كذلك عقود النكاح. نعم. القاعدة 19: الأصل حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز إلا بدليل. والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، كأسد للسبع المعروف، ويطلق على الرجل الشجاع مجازا. والحقيقة ثلاثة أنواع: أولاً حقيقة لغوية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كالدعاء للصلاة والإمساك للصيام والقصد للتيمم وهكذا. كلام العرب إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، فنحن لا ننفي المجاز في كلام العرب، لا ينفى المجاز قطعا. وأما في نصوص الشرع، في نصوص الشرع فالأصل حمل الكلام على حقيقته، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل يدل عليه. والحقائق كما قال العلماء ثلاثة: حقيقة لغوية، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، هذه حقيقة لغوية، فهي لغة أو حقيقة اللغويين. فمثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء. طيب، فإذا جاء في لسان أهل اللغة أن فلانا صلى بمعنى دعا، لكن في الشرع هي التعبد لله تعالى بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. وعليه فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي صلاة الجنازة. لا أودع لهم. ولكن احنا ايش قلنا؟ قلنا الآن هل الحقيقة هذه لغوية ولا شرعية؟ الآن جاء هذا في خطاب الشارع، فالحقائق ثلاث: إما حقيقة لغوية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، أو حقيقة شرعية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة لتلك الأفعال والأقوال المخصوصة. طيب، قال: ولفظ الشاة للذكر أو الأنثى من الظأن أو الماعز في الشرع. ثالث: حقيقة عرفية وهو اللفظ المستعمل لما وضع له في عرف الناس، وهناك عرف خاص
وعرف غير خاص. اقرأ ثم على كل حال فيها أمثلة. نعم. الثانية حقيقة شرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة لتلك الأفعال والأقوال المخصوصة، ولفظ الشاة للذكر أو الأنثى من الضأن أو الماعز. الثالث حقيقة عرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف كالدابة للماشية على أربع. فإذا قلنا أن الأصل حمل الكلام على حقيقته، أي حقيقة الناطق به، فيحمل على المعنى اللغوي إذا كان الناطق به اللغة، وعلى الحقيقة الشرعية إذا كان الناطق به الشرع، وعلى الحقيقة العرفية إذا كان الناطق به العرف، ولا يحمل الكلام على المجاز إلا بقرينة ودليل يدل على ذلك. والمجاز هو القول المستعمل بوضع ثان لعلاقة، وقد اختلف أهل العلم هل في القرآن، والمراد بالعلاقة القرينة أن تكون ثمة علاقة بين الحقيقة والمجاز. فمثلا الأسد، كلمة الأسد يمكن أن تكون حقيقة أو مجازا، فالأسد علم على سبع معروف، وهو ملك الحيوانات كما يقال، ويمكن أن يطلق هذا الاسم على إنسان، جاء الأسد، دخل الأسد. طيب فما هي العلاقة هنا بين الحقيقة والمجاز؟ الشجاعة، الهيبة، الإقدام، وما إلى ذلك، هذا هو معنى العلاقة. فإذا قلنا عن الرجل الشجاع دخل علينا الأرنب، يستقيم؟ ولا جاء النعامة، عجيب، ما يصلح؟ لا لا يصلح، لا علاقة. نعم. وقد اختلف أهل العلم هل في القرآن مجاز أم لا، على ثلاثة أقوال طرفان ووسط. فقال بعضهم فيه مجاز، وقال آخرون ليس فيه مجاز، وقال قوم فيه مجاز بقيود، فمنعوا المجاز في حق الله تعالى وفيما يخبر به عن نفسه المقدسة من الأسماء الحسنى والصفات العليا. وقد أدى بالقائلين بالمجاز في كل شيء جحد ما وصف الله به نفسه بدعوى التنزيه زعموا، حتى وقعوا في التعطيل. وهذه القاعدة نافعة في باب العقائد وكذلك العبادات والمعاملات. في العبادات مثلا، أتى آل أبي أوفى بزكاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهنا تحمل الصلاة على الدعاء للقرينة الدالة على ذلك، وكقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالمراد بها الدعاء للقرينة. واضح الأمر ولا ما واضح؟ واضح. الحقائق ثلاثة: لغوية، عرفية، شرعية، ويحمل اللفظ على حقيقة الناطق به. فمثلا لو وكل شخص شخصا فقال له: اشتري لي شاة، احنا الآن في العام قالوا: روح اشتري لي شاة. فذهب الرجل الموكل بأمر الوكيل فاشترى له تيسا عتروس، تقولون هل صح التصرف أم لم يصح؟ لم يصح التصرف. لماذا؟ لأن العرف عند الناس أن الشاة هي الأنثى من الضأن، فالشاة لا تطلق لا على الماعز لا ذكرا ولا أنثى، ولا تطلق حتى على الذكر من الضأن. هل تطلق الشاة على الخروف؟ لا، مع أن الشرع الشاة تشمل الذكر والأنثى من الضأن، والذكر والأنثى من الماعز، كلها شاة. لكن كيف نفعل نحن الآن؟ السيد أتى بتيس عتروس بقرونه، هو قالوا اشتري لي شاة،
الرجل يريد أن يشتري نعجة للدر والنسل، مشروع جديد، فاشترى له تيسا وزيد شارف، كما قال القائل: كأنه التيس قد أودى به الهرم، فلا لحم ولا شحم ولا وبر، فم شيء إلا الرائحة الكريهة. وهذا البيت يقال في من ليس فيه خير بالكل، لا يعطي شيئا للدين، لا وقتا ولا علما ولا مالا ولا شيء، فيشبه بالتيس. وكمان إيش الشارف؟ كأنه التيس قد أودى به الهرم، فلا لحم ولا شحم ولا وبر، ينطح وشاخر ويؤذي بصوته وريحه. ما هو هذا الكلام؟ الكلام الآن عن لو قال له اشتري لي شاة. أما من حيث الشرع فقد برئت الذمة وصح التصرف، لكن نقول إنه لم يصح تصرفه، لأنه كان ينبغي أن يشتري أنثى ضأن، أنثى ضأن، لأن الناس تعارفوا على ماذا؟ على أن الشاة هي الأنثى من الضأن، فلا يصح التصرف، وحينئذ يتحمل. قال له: روح أبدله ولا في ذمتك. نعم. القاعدة العشرون. أظن المجاز كذلك في حق الله تبارك وتعالى، المجاز في حق الله جل وعلا أمر عظيم، والأصل حمل النصوص على ظاهرها بلا كيف، هذا هو الأصل. وإن كانت اللغة العربية يأتي فيها أو تأتي فيها الألفاظ ويراد بها مجازها لا حقيقتها، هذا صحيح، هذا صحيح. ولما كان هذا الكتاب في القواعد الفقهية، لا نريد أن نركز على المسائل الاعتقادية في فرصة أخرى إن شاء الله. نعم. القاعدة العشرون: المطلق لا يقيد إلا بدليل، والمراد باللفظ المطلق هو ما دل على أمر من الأمور مجردا عن القيود، والمقيد هو الذي يكون محددا بشيء من القيود. والأصل أن ما أطلقه الشارع لا يقيد إلا بدليل، لأن التقييد فيه تضييق فيما وسعه الله تعالى. مثال ذلك قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا ورد دون قيد بل هو مطلق. طيب، أين المطلق؟ في التنكير، أن تذبحوا بقرة، وبقرة نكرة أم معرفة؟ والنكرة تفيد الإطلاق ولا التقييد؟ الإطلاق. كان أقول لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، وانت عندك ما شاء الله، فأي طالب توصل له هذه الكرامة تكون ممتثلا، صحيح التصرف. لكن لو قلت أكرم طالبا نائما مجتهدا، قيدت الآن بيش؟ بالنوم ولا بالاجتهاد؟ حتى النائم يكرم، لماذا لا يكرم؟ يكرم النائم، لكن لا لتشجيع على النوم، لكن لتشجيع على الاجتهاد. طيب، ففرق بين المطلق والمقيد. نعم. قال إذن قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أكمل. فهذا ورد دون قيد بل هو مطلق، لكن بني إسرائيل أرادوا القيود فضيقوا على أنفسهم، فضيق الله عليهم. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لو أنهم ذبحوا البقرة، أي بقرة كانت، خلاص امتثلوا لأمر الله، لكنهم صاروا يضيقون على أنفسهم ويشددون على أنفسهم، ما هي، ما أصلها، ما فصلها، ما لونها، فشدد الله عليه. فما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه. نعم. مثال آخر: عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ قيدت بالإيمان، قال عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
وفي كفارة الظهار جاء الإطلاق فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فجماهير أهل العلم على اشتراط قيد الإيمان، ولأن الرقبة الكافرة أقل استحقاقا للعتق من الرقبة المؤمنة. في كفارة القتل الخطأ، إذا قتل شخص شخصا خطأ، مثل لو دهسه بالسيارة دون قصد، فحوادث الطرقات التي يموت فيها الناس عافانا الله وإياكم من قبيل قتل الخطأ، هذه تثبت فيها الدية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، فالكفارة فيها دية أولا وتحرير رقبة مؤمنة، عتق رقبة. إذن قيد الرقبة بيش؟ بالإيمان، العبد أو الأمة لا بد أن يكون على الإيمان. كفارة الظهار جاءت مطلقة، والظهار أن يشبه امرأته بأمه أو من تحرم عليه على التأبيد، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، يريد أن ينفصل عنها انفصالا دائما أكثر من الطلاق. وهذه كانت عادة جاهلية أنكرها الإسلام، ولذلك قال تعالى فيها وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قالوا الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا نص على الرقبة لكنه أطلقها، لم يقيدها بالإيمان. فهنا ما ورد مطلقا في كفارة الظهار جمهور العلماء على أنه يقيد بالإيمان كما في كفارة قتل الخطأ. ثانيا، وهذا قول الجمهور كما قلت، قول جمهور أهل العلم كما قلت، إن بعضهم قال لا، ما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه في موضعه، وما ورد مقيدا يبقى مقيدا في موضعه. قالوا ولأن السبب مختلف، ذاك قتل وهذا ظهار، ولكن الجمهور على اشتراط قيد الإيمان. والعلة أو الدليل النظري في ذلك أن الرقبة الكافرة أقل استحقاقا للعتق من الرقبة المؤمنة، صحيح ولا؟ الرقبة الكافرة الأولى أن يبقى رقيقا، لأنه لو أعتقناه ربما يصول على الناس، فالأولى إبقاؤه رقيقا، بخلاف الرقبة المؤمنة إذا أعتقناها فإنه يتحرر تحررا كليا وينفع نفسه وينفع أهله، نعم، أو غيره، نعم. مثال آخر، ذكر السفر في القرآن والسنة، وجاءت النصوص بقصر الصلاة في السفر دون وجود دليل صريح يقيد المسافة أو المدة التي تقصر فيها الصلاة. وعلى هذا فالراجح من كلام أهل العلم أن المسافة المرجع فيها إلى العرف، فما اعتبره الناس سفرا فهو سفر. ولذا روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، وقدرت بأربع كيلومترات ونصف، فأين هذه المسافة من 83 وأربع وثمانين أو 84؟ مسافة السفر اختلف فيها الناس، ولكن خلافهم ليس مبنيا على دليل صريح، كلها مسائل اجتهادية. والذين اشترطوا 84 كيلو كسفر ليس عندهم دليل يعول عليه، بل الدليل ضدهم على التحقيق. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، يعني صلى ركعتين بدل الأربع، وثلاث فراسخ 4.5 كيلومتر. ولكن اليوم احنا هل 4.5 كيلومتر يعتبر سفرا؟ لا يعتبر سفرا، فالمرجع في ذلك إلى العرف حينئذ. وعليه عندنا قاعدة استفدنا منها أن العادة محكمة، فما دام أن الشرع لم يقيد المسافة المرجع في ذلك للعرف، فما اعتبره الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعتبروه سفرا فليس بسفر. وهذا هو اختيار الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتاب التمهيد، يرجع في ذلك إلى عرف الناس. ولنضرب لذلك مثالا،
القيروان بالنسبة لنا في مدينة مساكن سفر، معنى القيروان كم من كيلو؟ لا أقل، أقل بالكثير، بالكثير 45 كيلو. إذن هي سفر ولا ما هي سفر؟ سفر. لكن سوسة ليست سفرا، حمام سوسة، القلعة الكبرى، انفيضة، ها؟ سفر. تونس وصفاقس. طيب إذن المرجع في ذلك إلى عرف الناس. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف حفظه الله ونفعنا بعلمه في هذه القاعدة: كذلك مدة السفر. بقي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وفي تبوك 20 يوما يقصرها، وبقي ابن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، فذلك يؤكد العمل بالمطلق وعدم التقييد إلا بدليل. وهذه القاعدة نافعة يحتاجها طالب العلم في كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. كذلك مسألة المدة المعتبرة في السفر، وقد اختلف فيها الناس اختلافا واسعا، بين من قيدها ب4 أيام و9 و15 يوما، كل ذلك مروي عن الأئمة رحمهم الله. ولكن الذي عليه التحقيق أن السفر لا يقيد بزمن، وهذا إذا أراد الإنسان أن يسلك الراجح، أما إذا أراد مجرد التقليد فهذا شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وكذلك بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما بقي 6 أشهر في أذربيجان يقصر الصلاة، وحال بينه وبين العودة إلى الجزيرة الثلوج، فقصر الصلاة طيلة هذه المدة. ومعلوم أن ابن عمر من أشد الناس اتباعا للسنة. نعم. عدم نفس الشيء، كنت في السجن هذه الأشهر الطويلة كلها أقصر الصلاة. نعم، هذا هو، لابد من هذا. إذا كنت لا تدري متى ستعود فإنك تقصر الصلاة طيلة هذه المدة. وفي شيء آخر كذلك، فيه مسألة الاستيطان، فالذين ذهبوا إلى بلاد الغرب واستوطنوها، فصار لهم بيت هنالك وأهل يعيشوا هناك في الخارج كما كنا نعيش، ما كنا نقصر الصلاة، كنا نتمها. فإذا جئنا إلى بلادنا لقضاء الإجازة قصرنا الصلاة، إلا أن يصلي الرجل في المسجد مع الإمام فإنه يتم، حتى لو أنه أدرك الإمام في الثالثة، في الركعة الثالثة، بحيث سيصلي ركعتين مع الإمام فيسلم الإمام الرابعة وتبقى له ركعتان. يجب عليه وجوبا، مع أنه مسافر، يجب عليه وجوبا أن يتمها، ولو اكتفى بركعتين بطلت صلاته باتفاق العلماء. فأما الذين يذهبون إلى هنالك ولا يدرون متى يعودون، وليست عندهم نية الاستيطان والبقاء، عندهم ارتباطات تجارية مثلا، يذهبون في التجارة ويبقى أسبوع واثنين وثلاثة وشهر وأكثر، هو في تعاقد مع الشركات وما إلى ذلك، هؤلاء لهم الحق في القصر، ما بقوا في قصر الصلاة. نعم. كذلك إذا ذهب الإنسان إلى العمرة، إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يقدر الله عليه أن فاتته الصلاة بنوم مثلا، نام عن صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه يقصر الصلاة إذا صلىها وحده لأنه مسافر. نعم. وهذا ليس واجبا وإنما هي رخصة، إذا أراد أن يتم الصلاة صحت صلاته عند جمهور العلماء. القصر في الصلاة للمسافر رخصة وسنة وليست واجبة على الصحيح. نعم. هو مسافر، هل هو مستوطن؟ ليس بمستوطن، ليس بمقيم. الناس صنفان،
إما مقيم وإما مسافر. هو حتى إضافة القسم الثالث الاستيطان هذا أنكره من حقق المسألة، قال الناس إما مقيم وإما مسافر. هذه تسمى بحالة الملاحة، أهل الملاحة البرية أو البحرية أو الجوية هؤلاء مسافرون ما داموا أنهم في أعمالهم، اللي ذاهب آتي عن طريق الجو أو البر أو البحر فإن له رخص السفر يترخص بها ما دام على حاله تلك. نعم نعم. إذا صلى قصر الصلاة، والسنة أن يقصر المسافر، أن يقصر الإمام إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع وكان هو مسافرا، لأن البلد الذي استوطنه المدينة رغم أن بلده الأصلي مكة، لكن لما سافر سفر الحج فصار يصلي بالناس في منى، كان يقول لأهل منى ولأهل مكة أتموا فإننا قوم سفر، يعني نحن على سفر، فكان يسلم من ركعتين ويتم المأموم المقيم. لكن للعكس، للعكس، كيف للعكس؟ يعني إذا صليت مسافرا خلف إمام مقيم وجب عليك الإتمام. نعم. فمثلا في باب الوكالة، لو قال شخص لآخر اشتري لي سيارة فاشتراها له سوداء، فقال الموكل أردتها بيضاء، فهنا لا حق له في ذلك لأنه أطلق الكلام. ملاحظة: التقييد له حالتان. الأول التقييد بالنص، كالنص على قيد الإيمان في الرقبة أو التتابع في صيام شهرين في كفارة القتل الخطأ أو الظهار. نعم، هناك تقييد يأتي بالنص، ينص النص الشرعي على القيد، فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، كيف نقيد الآن الرقبة؟ لا بد أن تكون مؤمنة، يعني العبد أو الأمة، بماذا قيدت؟ بالنص، بالنص. اشتراط التتابع في الصيام في كفارة القتل أو كفارة الظهار جاء منصوصا عليه، ففي كفارة القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عزيزا حكيما، عليما عزيما، وكان الله عزيزا حكيما. كفارة الظهار قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهنا قيد الصيام بإيش؟ بالتتابع. وعليه الصيام الذي يأتي ككفارة ويأتي مطلقا بلا تقييد بالتتابع يبقى على إطلاقه. فمثلا قول الله تبارك وتعالى في من لم يجد الهدي بالنسبة للحاج المتمتع، قال جل وعلا في حقه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فنص على المكان والزمان لكن لم ينص على التتابع، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فال7 أيام إذا ثبت في حقه أن تمتع، مثلا قام بعمرة، هذا هو المتمتع، قام بعمرة وتحلل منها وانتظر يوم 8 وجدد الإحرام بالحج، شو سمى هذا؟ تمتعا. وجب عليه ماذا؟ الهدي باتفاق العلماء، فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد، ضاع ماله أو سرق منه أو لم يجد شاة يشتريها، بيع كل الذي في السوق، المهم لم يجد، إيش يجب عليه؟ أن يصوم 10 أيام، 3 و7. فإذا سألنا وقال هل أصومها متتابعة أم مفرقة؟ طبق القاعدة، وردت مطلقة، النص ورد مطلقا، لو نص على التتابع، لو كان الأمر يشترط فيه التتابع لنص عليه، إذن يجوز أن تفرق، تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر يومين، تصوم يوم وتفطر 3 أيام، أمر واسع. ف
فما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه. ومثال آخر في كفارة اليمين: يا أيها الذين آمنوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. شوفوا تحرير رقبة هنا مطلقة تقيد بالإيمان، على القول بأنها تقيد بالإيمان لا بد من تقييدها، هذا قول الجمهور تقيد بالإيمان. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهل هي متتابعة ولا غير متتابعة؟ لم ينص على التتابع، لكن ابن مسعود رضي الله عنه اشترط أن تكون متتابعة، وكان يقرأها قراءة تفسيرية 3 أيام متتالية، لكن كلمة متتالية ليست قرآنا، لكن هو يفسر بها فقط. نعم. الثاني، إذن التقييد النوع الأول يكون تقييدا بالنص، الثاني التقييد بالدلالة، فإذا لم تكن لفظية فتكون عرفية أو حالية. فلو قال اشتري لي شاة فاشترى ذكر ماعز أو ذكر ضأن لم يصح عمله ذلك، لأن الشاة في لسان العرب الأنثى من الضأن. ولو وكل طالب علم شرعي آخر بشراء كتب فاشترى له كتب طب أو هندسة فهذه المبيعات لا تلزم الموكل، لأن دلالة الحال تفيد تقييد الكتب بأنها كتب العلم الشرعي، كتب العلم الشرعي. هذا نوع آخر من أنواع التقييد، تقييد بالدلالة، بالدلالة الحالية. واحد من طلبة العلم الشرعي أعطى 200 دينار لشخص، قالوا بالله في معرض كتاب في مساكنها وفي دار الثقافة، روح الله يبارك فيك اشتري لي بالمبلغ شيئا من الكتب استفيد منها. فراح اشترى له كتب في الطبخ، ها كيف يطيب الكسكسي، واشترى له كتبا ما ادري في الطب واشياء، وش هذا؟ قال مقطع تحب الكتب، هذه انفع كتب عندك. لا تلزم يقول له الان تتحمل المسؤوليه وتردها. اي نعم. فلو قال له قال انت ما قلت لي، انت اعطيتني 200 دينار ولم تقيد، نقول لكن أنا تعرف أنا طباخ، لست طباخا ولا مولعا بالطبخ، وأنا من طلبة العلم، إذا قلت لك اشتري لي كتبا فالمراد بها كتب إيش؟ كتب. نعم. القاعدة 21: الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد أو التكرار، بمعنى أن الكلام يحمل على إفادة معنى جديد لا كلام سابق. مثال ذلك قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلوات هنا قيل هي الرحمة، وهذا القول ضعيف لأنه قال بعدها ورحمة، بل المراد بالصلوات ذكر الله الكثير للصابرين المحتسبين لهم في الملأ الأعلى. ولهذا أحسن ما قيل في صلاة الله عز وجل على عبده قول أبي العالية الرياح كما في البخاري: ذكره له في الملأ الأعلى. نعم. الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد والتكرار، هذا هو الأصل. الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد أو التكرار، وهذا مثال. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فما هي هذه الصلوات؟ قيل الصلوات هي رحمات. نقول إذا طبقنا هذه القاعدة لا يستقيم الكلام، ها لا يستقيم هذا التفسير، ما يكون رحمات ورحمة. إذن لابد من أن تكون كلمة الصلوات دالة على معنى غير كلمة رحمة. ولهذا فسرت الصلاة: صلاة الله على عبده هي ذكر الله له في الملأ الأعلى. ولهذا إذا قلنا اللهم صل على محمد، صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه، إذا صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم فما هو المعنى؟ ما معنى أن نصلي على نبينا؟ أننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يذكر نبيه في الملأ الأعلى. هذه صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثال في باب الأيمان: من حلف على أمر بأنه لا يفعله ثم حلف مرة أخرى أنه لا يفعله ثم فعله، فهنا نسأل إن نوى بالثاني اليمين الأول أي التوكيد فعليه كفارة واحدة، وإن نوى باليمين الثانية يمينا أخرى فعليه كفارتان. عقد اليمين على شيء، قال: والله لا أذهب إلى بيت زيد، ما نمشيش. بعدين قال: والله لا أذهب إلى بيت زيد، فصار عندنا كم من يمين؟ يمينان، وحلفان على محلوف واحد، المحلوف كم؟ واحد، لأنه فيه فرق. لو قال: والله لا أذهب إلى بيت زيد ووالله لا أكلم عمرا، المحلوف تعدد الآن واختلف، فهنا الكفارة إذا حنث في الاثنين عليه كم؟ كفارتان. لكن لو كرر اليمين على محلوف واحد، قال: والله لا أذهب إلى بيت زيد، وبعد ساعة زاد عاود: والله لا أذهب إلى بيت زيد، فنسأل: إذا نويت توكيد اليمين الأولى والإصرار على الموقف الأول فعليك كفارة واحدة، أما إذا نويتها يمينا ثانية فعليك كفارتان، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التكرار أو التوكيد. نعم. القاعدة 22: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، وهذه القاعدة معمول بها في العقود كثيرا وبعض المعاملات، واستنبطها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقد قال ذلك في قصة بريرة: فكل شرط يخالف أصول الشريعة فهو باطل لا عبرة به. وهنا يفرق بين الشرط الذي يكون في صميم العقد وبين أن يكون خارجا عن أصله وصميمه. مثال في النكاح: لو اشترط أنه لا يزوجه موليته موليته لو اشترط أنه لا يزوجه موليته حتى يزوجه هو موليته، فهذا شرط باطل مبطل للعقد، لأنه نكاح شغار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو اشترط عليه فعل محرم في هذا الزواج فالشرط فاسد دون العقد، فما ثبت بالشرع إذن مقدم على ما ثبت بالشرط. نعم، هذه أيضا من أنفع القواعد، خاصة في المعاوضات والمعاملات، في البيوع، في الأنكحة، في كل شيء من أنواع المعاملات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمراد ليس في كتاب الله يعني لا يوافق القرآن، لا يوافق الشرع، فإنه ملغي. ومثلنا لذلك بما في عقد النكاح: لو قال له: لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، وهذا هو الذي عانيناه: لا أزوجك موليتي حتى تزوجني موليتك، فهذا لا يجوز، يسمى بنكاح الشغار، فهو نكاح شغار لأنه شاغر عن المهر، إذ أن مهر كلتا المرأتين هي بضع الأخرى، وهذا فيه ظلم للنساء، لأن الرجل إذا قال له: لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، فيه جبر للنساء وإكراه لهن على النكاح، فقد لا ترغب هي، فهمنا الآن؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، هذا يسمى نكاح شغار، من الشغور وهو الفراغ، لأنه شاغر فارغ عن المهر. والمهر هنا ما هو؟ بضع كل واحدة، وهذا لا يصح، فهذا شرط فاسد مفسد. ولو اشترط عليها فقال لها: أتزوجك إلى شهر، فاسد مفسد، لأن الشرط إما أن يكون فاسدا مفسدا، فاسدا في نفسه مفسدا للعقد، وإما أن يكون شرطا فاسدا في نفسه لا مفسدا للعقد. فمثلا لو قال له: أزوجك على أن تسقي
الحضور الخمر. فاسد، لكنه لا يفسد العقد. فاسد ولا ما هو فاسد؟ فاسد الشرط. نعم. إذن قد يكون الشرط فاسدا في نفسه غير مفسد لغيره. في البيوع مثلا، في البيوع قد يشترط شرطا فاسدا مفسدا لعقد البيع. مثاله يقول له مثلا: أبيعك الذهب بالذهب الذي عندك، لكن عندي شرط، لا أعطيك إلا بعد أسبوع. هذا شرط فاسد مفسد للعقد. لماذا؟ لأن بيع الذهب بالذهب يشترط له شرطان: التماثل، يعني وزنا بوزن، 100 جرام ب100 جرام، لو زاد جرام واحد ربا. الشرط الثاني: يدا بيد، أن يقع التقابض في مجلس العقد. فلو قال له بعد أسبوع نقول لا يصح، فهذا شرط فاسد مفسد للعقد. شرط فاسد مفسد للعقد. طيب نمشي. القاعدة 23: الجواز الشرعي ينافي الضمان، أي أن ما جوزه الشرع كتصرف فترتب عليه تلف فلا ضمان للمتلف. واستنبطت هذه القاعدة من عموم قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، ولا ضمان للمتلف إلا إذا تعدى أو فرط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثاله: لو حفر بئرا في أرضه فوقع فيها إنسان أو حيوان، فصاحب البئر لا يضمن، لأنه فعل ما أذن له فيه وهو لم يتعد ولم يفرط. فلو حفر حفرة في طريق الناس حيث لا يجوز فوقع فيها إنسان أو حيوان، فهو ضامن لأنه غير مأذون له فيه. الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني أن الذي يأذن فيه الشرع ويفعله الإنسان ثم يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا فيتلف بسببه، فهنا لا ضمان فيه، لأنه فعل ما أذن له فيه، ومن فعل ما أذن له فيه وترتب عليه التلف فلا ضمان فيه، لقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وهذا مثال واضح: رجل حفر بئرا في أرضه فقدر الله أن نفسا ماتت في هذا البئر، سقط فيه شخص فمات، أو سقطت فيه شاة فماتت، هل يقال لصاحب البئر تضمن؟ أجيبه: لا، لا يضمن،
لا يضمن شيئا، بل وليس عليه كفارة أصلا، ولكن لو أنه حفر حفرة في طريق الناس وفعل ما ليس مأذونا له فيه وسقط فيها شخص فانكسرت رجله يضمن، أو مات يضمن. نعم يضمن. ففرق بين أن يفعل شيئا مأذونا فيه وبين أن يفعل شيئا غير مأذون فيه، فما فعله على وجه الإذن الشرعي لا ضمان، وما فعله على غير الوجه الشرعي فإن فيه ضمانا. نعم. القاعدة الرابعة والعشرون: اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. والمراد باليد الأمينة أي المؤتمنة على المال الذي أودع مالا فهو مودع أو كان أجيرا مودع. فهو مودع أو مودع مودع فهو مودع أو كان أجيرا أو شريكا أو مضاربا أو ولي يتيم أو ناظرا على وقف وغيرهم. فكل هؤلاء يسمون أمناء أي مؤتمنين، سواء كانوا يحفظون المال بأجرة أو كانوا متبرعين. فمن تلف مال في يده فينظر هل تعدى أو فرط، فإذا كان كذلك ضمن وإلا فلا ضمان. والقول قولهم إذا ادعوا عدم التفريط والتعدي. والتعدي مثاله إضرام النار قريبا من المال، والتفريط كعدم إخفاء المال في حرزه ونحو ذلك. وهذا بخلاف من كانت العين في يده بغير حق كالغاصب ومن شابهه، فهو ضامن مطلقا سواء حصل التلف بتعد أو لا، لأن يده ظالمة متعدية، فتضمن العين بمنافعها التالفة تحت يده ويضمن النقص الحاصل عنده. اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. اليد إما أن تكون أمينة وإما أن تكون ظالمة. فما هي اليد الأمينة؟ اليد الأمينة هي التي خويل لها التصرف، مثل أن يكون وليا على أيتام، فهذا رجل وكل بحفظ أموال اليتامى، ولقل إنه عمهم فوكل بحفظ مال أبناء أخيه، وكل بحفظ هذا المال، فقدر الله تعالى أن تلف المال أو سرق أو أصابه شيء، ولقل إن هذا المال مصنع أو حانوت تجارة فاحترق هذا المكان، فهل يضمن الولي ولي الأيتام؟ ننظر هل تعدى أو فرط. التعدي هو فعل ما يحرم، والتفريط ترك فعل ما يجب. فمثلا لو كان هذا الإنسان ترك الكانون داخل المصنع أو داخل الحانوت يطبخ الشاي ولا الله أعلم ماذا يصنع بالنار، وتركه هكذا دون أن يطفئه وخرج، فطارت شرارة فالتهبت النيران فأحرقت كل الذي في هذا المحل وذهب رأس المال، ماذا نقول؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لو قال أنا والله ما حرقتوش، ما عملش بالعاني، نقول لأنك فرطت وفعلت ما يحرم، وكان ينبغي أن تطفئ النار، كان ينبغي أن تطفئ النار. طيب هذا فعل ما يحرم، ترك ما يجب. مثلا لم يغلق باب المحل التجاري، خرج وقال على الله فسرق، يضمن؟ يضمن بلا شك. فالأصل أن اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وضربنا لذلك أمثلة كولي الأيتام أو الناظر على الوقف، هذا وقف لله تعالى يجعل له ناظر، يعني الحارس الذي يحرس، مثل مثلا إنسان عنده أرض جعلها وقفا لله تعالى تزرع وتحرث كل سنة، وحبها وشعيرها والخير اللي فيها يصرف على الأيتام وعلى الفقراء،
وهذا الإنسان عنده ناظر يحرس، فجاء الناظر هذا وفعل ما يحرم أو ترك ما يجب، أشعل النار قريبا من الزرع فاحترق، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. إذن هذا ناظر على وقف. نعم. الشريك كذلك في شركة مع شريكه وغير هؤلاء، الأجير كذلك، الخدام، العامل الذي يعمل في مصنع، يعمل على آلة مثلا، وهذا كثير اليوم، فيتلف شيئا، يتلف الآلات، ولا تجده ميكانيكيا يأتي ليصلح السيارة فلا ينضبط، عارفه يقول له تفعل كذا وكذا وهو لا يريد أن يعمل براسه فيهلك السيارة، يضمنها؟ أي نعم يضمنها، فإذا تعدى أو فرط فأنه يضمن، أما إذا لم يكن ذلك بفعله فإنه لا ضمان. أما النوع الثاني من الأيادي فهي اليد الظالمة، اليد الظالمة كيد الغاصب الذي يغصب المال أو السارق، فإن العين يعني الشيء الذي غصبه أو سرقه مضمون بكل حال، لو تلف يضمنه بكل حال، لا بد من ضمانه لأنه في الأصل يحرم عليه أن يضع يده عليه، فهو مضمون بكل وجه، ففرق بين الحالتين. والحالة الثانية يد الظالم حتى ولو لم يتعد ولم يفرط، مثال ذلك رجل سرق، ولنقل إنه سرق سيارة والسيارة قيمتها 30,000، 30,000 دينار، فبعد أن سرقها وضعها في مكان، وضعها في مكان وأحكم إغلاقها، فسلط الله عليها سارق أن يسرقها من جديد، 30,000 دينار، فقبض على السارق الأول، ها؟ يضمن ولا ما يضمن؟ لو قال كيف أنا أضمن؟ أنا سرقتها بس أحكمت إغلاقها، إيش نقول؟ نقول لأنك أصل من الأصل يحرم عليك أن تضع يدك عليها، فيدك يد ظالمة وليست يدا أمينة، فهمت الآن؟ فيضمن، هذا هو الفرق، نقف على هذا إن شاء الله.